بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده مع سلسلة المشاهير معانا الكابتن الكبير كابتن مصر وكابتن الوطن العربي واللي شرف مصر طويلا فترة طويلة جدا في السبعينات وعلى أوائل الثمانينات الكابتن إسماعيل الشافعي. إسماعيل الشافعي من مواليد 15 نوفمبر سنة 1947، وهو أول لاعب مصري وعربي يحترف التنس الأرضي منذ تخرجه من الجامعة. تخرج من الجامعة سنة 68 وبدأ يحترف التنس. سنة 1968 تخرج من الجامعة، ولكن قبل 68 كان طبعا بيلعب في الناشئين، له دور من بداية الستينات بيلعب في يعني نقول 62 و63 و64 لحد ما خلص الدراسة بتاعته وبدأ يتفرغ للتنس تفرغ كامل. وهو حاليا عضو مجلس اداره الاتحاد الدولي للتنس ومسؤول عن لجنه الناشئين في الاتحاد الدولي للتنس ولجنه كاس ديفيز في الاتحاد الدولي للتنس، وشرف اخيرا برئيس الاتحاد المصري للتنس في مصر. اسماعيل الشافعي هو من عين التنس لان والده رحمه الله عليه كان لاعب في مصر من سنه 42 لسنه 52، وكان من محبين التنس في مصر، وهو اللي كان ليه الاصل في تعليم كابتننا اسماعيل الشافعي ان يكون بطلا حببه في اللعبه، وكان مدربا له وكان يشرف عليه وكان له دور كبير ان يجعله بطلا لمصر. كان ابوه بطل قبل كده، بطل في داخل مصر من سنه 42 تقريبا الى سنه 52، يعني 10 سنوات متواصله كان التنس في مصر على يد الشافعي الكبير. عندما تخرج اسماعيل الشافعي واحترف التنس بدأ ان هو ربنا كرمه وصل لدورة ويل بيلدون، وصل دورة ويل بيلدون سنة 1974 وقابل يوني بورج وهزم يوني بورج في هذه البطولة، وكانت حاجة كبيرة في الوطن العربي وفي مصر في ذلك الوقت، وكان له شهرة كبيرة جدا بسبب انه وصل لدورة ويل بيلدون وبسبب ان هو حصل على وصل للدورة وهزم فيها بورج، وكان بورج له صيت جامد جدا على مستوى العالم، وبفضل الله هزم اسماعيل الشافعي سنة 74، وكان ليه رونق كبير جدا في الفترة دي. قبل اللاعب يوني بورج طبعا وهزمه سنة 74 مما ادى لشهرة واسعة وخاصة في عالمنا العربي وفي مصر، ونال أربعة أوسمة بعدها من في مصر من الطبقة الأولى تكريما لي، ورفع اسم مصر طويلا، وما زالت اللعبة البيضاء تذكر اسم اسماعيل الشافعي حتى الآن. وفي مصر يذكر اسماعيل الشافعي على انه هو كان يعني له رونق كبير جدا وله عالميه جامده جدا في اواخر القرن العشرين، وكان والده طبعا زي ما قلنا بطل كبير جدا من سنه 42 فحبب ابنه في هذه اللعبه، فنفسنا ان شاء الله ان يكون في مصر ان شاء الله بطل جديد اسماعيل الشافعي الجديد، وان يكون بطلا ويوصل ويل بيلدون ويوصل للاربع بطولات اللي هي جراند سلام ان شاء الله. وشكرا، يبقى بطل تاني باذن الله. اشكرك.